كلمات دعوية والشيخ بالكلمات ثائر. قد هز أعواد المنابر يسطر مبدرا أو بالبشر. صوت الحقيقة في زمان الزور. خربوا البلاد وخربوا العباد وداروا كل شيء. يجي الآن يتكلم. أنا علاش لما يجي واحد كيما جنرال معيزة العاصمة شفتوا واش كان واش كان؟ كانوا يدخلوا للناس. هذا معيزة كان ضدهم. قالوا معيزة خطب وجاء في التلفزيون قال أنا هو القائد القطاع نتاع العاصمة. ممنوع تضربوا الناس، ممنوع تسبوا الناس. الشيء اللي صار في العاصمة في باب الواد في الحراش في القبة في بن جراح في كذا، دخلوا لديار الناس، اداوا لهم مالهم، اداوا لهم ذهبهم، اداوا لهم كذا، كان هو القائد. والآن يجي التلفزيون ويقعد في التلفزيون ويحطيوها التلفزيون كأنه بريء. كأنه بريء وإحنا هما المتهمين. أنا قلت وما زلت نقول، إذا كان هنالك تحب تدير محاكمة شرعية على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نجيبوهم كلهم اللي مات أو بين يدي الله. كان اللي ماتوا جنرال العماري والعماري الثاني وشريف وغزيل، هذا عند الله. لكن كان اللي أحيا، هذا اللي أحيا لا بد يتحاكم. احنا تحاكمنا، لازمكم تفهموا يا خاوتي، احنا تحاكمنا ورحنا للمحكمة وحكموا علينا بالحبس وجوزناها نهار بنهار. يا ناس اتقوا الله. هما شكون اللي حكم؟ كذا راكم تقول بعض الناس كان كاين ناس ماذا بهم نزيد نعاودوا ندخلوا للحبس ويقتلونا ويشنقونا وتسيد بعض الخاوة. ربي يهدينا وإياهم سواء السبيل. يعني عجزوا باش يقولوا كلمة حق ولو يتهموا في خاوتهم بغير حق. خفتوا من الدولة؟ خفتوا؟ خافوا من الله عز وجل. قول كلمة الحق، قول انت غالط بصح الدولة غالطة. ولي لي صار. اما بتجي واحد مسكينك عارف اللي ما عنده حبس ما ينجم يضرك، ما ينجم كذا، ما ينجم كذا، تاه عليه النهار. انتم اصحاب فتنه، انتم خوارج، انتم كذا، انتم كذا، انتم كذا، انتم كذا، ويعطوكم التلفزيون ويعطوكم الاذاعه ويعطوكم الجرائد ويعطوكم كذا وتكتبوا فيها. احنا الحمد لله رب العالمين نعرف باننا عملنا حاجه اللي ترضي ربي عز وجل. بصح اذا كي تحبوا محاكمه جيبوا لنا علماء. فان تنازعتم في شيء فارفضوا الله والرسول. اول حاجه احنا متنازعين احنا والدولة. سمعتوا منا؟ جيب لي جنرالات ولينا حول الانتخابات وجيب لي ايضا الجبهة الاسلامية للانقاذ القيادة تحلي ما زالت على قيد الحياة وما زالت ثابتة والحمد لله رب العالمين ولم تبدل ولم تغير ان شاء الله باذن الله عز وجل. نجلسوا منا ونجلسوا منا ونعطوها للعلماء الربانيين. ها واش دار؟ ها واش عمل؟ وهم واش دار واش عمل؟ ونجيبوا الشهود، الشهود هذه المرة ما يكونوش بلادة، نجيبوا كل عائلة فيها مقتول، فيها مسجون، فيها معذب، فيها كذا، كل واحد يقدم الشهادة. ولا لا؟ صح. ويجيبوا شهداء النفي وشهداء الإثبات. ينجموا يديروا محاكمة شرعية؟ طيب يا سيدي ما حبوش محاكمة شرعية. احنا بالنسبة لنا ديرنا محاكمة وطنية، بصح تجيب لي الطرف الثاني. وخلي المحامين. وديرها محاكمة مدنية علنية راه في التلفزيون يسمعوا منا ونسمعوا منا. ما حبيتوش قلت نروحوا لمحكمة دولية ونشوفوا شكون اللي مخطئ ولا مصيب. عبد القادر حشاني قتل مظلوما هو وسائر اخوانه، هو وسائر اخوانه من تاجوري رحمه الله ومن شراط رحمه الله ومن كل الاخوة الذين قتلوا من قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ الطبقة الأولى والثانية والثالثة وعموم أنصار الجبهة الإسلامية والمتعاطفين معها. كان اللي ما كانش يصلي قتلوه لأنه عاون. ما يصليش وعاون. قتلوه وسجنوه. يجي الآن معيزة يقعد في التلفزيون ويتكلم ويقول باللي عبد القادر أنه بريء. العاصمة أنتم أصحاب العاصمة. هذا السيد كان هنا في العاصمة.
ولازمكم يجي نهار اذا كنت الان ما كنتوش قادرين تتكلموا لابد امام الله عز وجل، والا تعرفوا اش معناها؟ معناها نولي انا عند الناس وعند النظام هذا باللي انا هو اللي كل شيء، لما تسكت الامه انا نقول كلام والامه ساكته، واش معناها؟ معناها انا اللي نقول هذا الكلام. بصح انا نعرف باللي ما اقول الا ما رايته او سمعته من اصدقاء بعد التشهد. هذا ونهار يدوني المحكمه تجي الشهود باذن الله عز وجل. تجي الشهود تشهد العاصمه يعني دخلوا للديار جونتي وعاقلين ويا امي ادخل للدار ويا بنتي ادخل للدار، احنا الشرطه تاع الدوله واحنا عسكر تاع الدوله واحنا درك تاع الدوله واحنا مخابره تاع الدوله ما ناذيكم، اعطونا ولدكم برك نحقوا معاه اذا دار حاجه. لا هما يدخلوا يعفسوا ويكرفسوا ويتعداوا على النساء ويتعداوا على الرجال ويتعداوا كذا، ويزيد يجي في التلفزيون ويدير شهاده ويتكلم في رجل مثل عبد القادر الحشاني رحمه الله بالكذب. ابو لميا قالها في المحكمه يا خالد، قال ماشي انا اللي قتلته، ماشي انا اللي قتلته، انا قالوا لي باللي لو كان ما تقولش هكذا نقتلوه. كيف تحاول تشكو شادي هو في تصريح صحفي يقول لو كان خليتوهم يختاروا الشعب. الشادي هو اللي دار ندوه صحفيه قبل 14 يوم ولا 15 يوم وقال انا ساحترم اختيار الشعب مهما كان الاختيار. كيفاش يتنحى؟ كيف يتنحى؟ حبيتوا يعني انتم تكلخوا الشعوب فايقه، بكري كنتوا تكذبوا عليها، الان راهي واعيه وفاهمه والحمد لله رب العالمين. حتى انا لو كان نروح لداري ونسكت الشعب واعي خلاص، حتى الكلام هذا يقول لك احنا نعرفوك ونعرفو اكثر منك. انا نجي فقط من باب الذكرى والتوعيه لا اكثر ولا اقل، انا عارف باللي الناس عارفه، واش الناس لما تعرف تتكلم؟ اي مشكله تاعنا اننا نعرف ولا نتكلم، وربما نشوفوا صاحبنا يؤذى وهو على حق ما نجيبوش نقولوا كلمه حق الا من رحم ربي وقليل ما، ولكن نحن نعمل لله عز وجل، وقف مع الناس او لم يقف مع الناس. صلاه دعويه والشيخ بالكلمات فاهر حارسا قد هز اعواد المنابر، يصدر مبدعا او بالبشاره.